أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد بيير كايروز، فاوندر أند سي أو أوف كايروز أند أسوسييت. مرحب فيك بداية. أهلا وسهلا فيكم بدبي وعلى سيوك فيكم المكتب طبعا. أهلا وسهلا، نورتنا ونورت شاشة برنامج رواد الأعمال. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن الأستاذ بيير. اوكي، اسمي بيير كايروز، انا من لبنان، صار لي بالامارات تقريبا 23 سنه. اوكي، خريج كليه الحقوق، هو عامل ماسترز كمان بالحقوق. اسسنا الشركه تبعنا بدبي وعندنا فرع موجود بالشارجه. الفرع بدبي اختصاصه الاستشارات الاداريه، هو فرع الشارجه اختصاصه الاستشارات الاداريه والاستشارات القانونيه. ما شاء الله عليكم. خبرنا اكثر عن سبب اختيارك دوله الامارات، بالتحديد مدينه دبي، انك تفتح فيها المشروع الخاص فيك. ليك بالحقيقة، أول شيء دولة الإمارات، هو أول ما قدمت على دولة الإمارات، أول ما جيت على دولة الإمارات اندهشت بنقطتين أساسيتين هي موضوعين. أول شيء هالدولة، هالتطور تبع دولة الإمارات، والنقطة الثانية دولة الإمارات اللي هي سباقة بين كل دول العالم لتخلي وتشجع رواد الأعمال والمشاريع الناشئة جديدة لتكون موجودة بالإمارات، إن كان سواء بإمارة دبي أما بالإمارات كلها سوا. هيدا اللي خلينا نحن نجي ونضلنا تقريبا عم نحكي نحن أكثر من 23 سنة موجودين بدولة الإمارات. طبيعي. خبرنا أكثر عن الخدمات اللي بتقدموها في كايروز. نحن الخدمات تبعنا بتنقسم مثل ما قلت بالبداية، بتنقسم شقين، الشق الإداري والشق القانوني. أوكي، بالنسبة للشق القانوني، في عنا الشق القانوني اللي هو للأشخاص، والشق القانوني اللي هو للشركات. الأشخاص بمعنى الأشخاص اللي بدهم استشارة قانونية معينة بأي مواضيع متعلقة فيهم شخصيا، أما بالشركات التابعة لهم، أما إذا هن بدهم يأسسوا شركات بدولة الإمارات. أنت بتعرف وقت يجوا العالم على دولة الإمارات أكيد بدهم يعرفوا شو هي القوانين والأنظمة المرعية لإجراء بالدولة، وشو الطرق والسبل اللي فيهم يأسس فيها شركة كرمال يقدموا الأفضل لشركتهم وللدولة بنفس الوقت. في بعض الأحيان العالم بس يجوا على دولة الإمارات، أوكي، بيكون ما عندهم العلم بالقانون. نحن بننورهم على القانون، هو صحيح الدولة يعني عم تشتغل على هذا الموضوع، في عندهم كتير برامج على هذا الموضوع، ودولة مشجعة للاستثمار ولرؤوس الأموال، خاصة بإمارة دبي، وخاصة كمان بالإمارات الشمالية بما فيها إمارة أبوظبي والإمارات الثانية. الشق المتعلق بالموضوع الإداري، الموضوع القانوني عفوا، الموضوع القانوني، حضرتك إذا عندك بدك تأسس شركة بتيجي لعنا، نحن فينا نبلش لك من الكومباني سيت اب، يعني نحن بناخذ منك الشركة شو بدك اياها، بدها تكون محدودة المسؤولية، أما بدك شركة تكون مؤسسة فردية وإلى 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 ما هناك من مواضيع نحن بناخذها. بالإضافة نحن بنشوف شو النشاط اللي أنت بتعمله، يعني هل أنت بتعمل نشاط على سبيل المثال بدك النشاط تبعك يكون موجود داخل الدولة، يعني بدك تمارس الأعمال تبعك داخل دولة الإمارات، أما بدك تمارس الأعمال تكون دولة الإمارات كمحطة موجودة شركتك فيها كمال تمارس الأعمال تبعك لدول تانية. لأ، أنت بتعرف دولة الإمارات الموقع الاستراتيجي تبعها مميز طبعا. الموقع الجغرافي مميز، بالإضافة للخدمات، بالإضافة للتسهيلات الكبيرة اللي بتقدمها من الضريبة، بالإضافة للسهولة تأسيس الشركات ومتابعة الخطوات التأسيس، إن كان من الدائرة الاقتصادية هما من حيال الدوائر الحكومية اللي هي بتقدم كل الدعم لرواد الأعمال، بالإضافة للقادمين الجدد على الدولة. أوكي، نحن بناخذهم مثل ما بتقول، يعني بناخذهم خطوه خطوه، بناخذ منهم البيانات اللي هن مطلوبه، بنعطيهم النصيحه الافضل، يعني يا بنقول لهم انتم فيكم تاسسوا شركه داخل الدوله، اوكي، وبنقول لهم شو الانشطه اللي موجوده، والانشطه اكيد الموجوده فيهم هن يطلعوا عليها من خلال موقع الدوائر الاقتصاديه، من خلال موقع الدائره الاقتصاديه اللي موجود باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه، بنقوا هن النشاط اللي هن بدهم يعملوه، على هيدا الاساس بنقدم لهم الاوراق وبيطلعوا الشركه. الشق الثاني اللي نحن بنعمله الاداري، في شركات موجوده بالدوله بدها تكبر، بدها تتوسع، بيكونوا عندهم مثلا بدهم يعملوا مشروع مشترك مع شركه ثانيه، نحن بنعمل لهم صياغه للعقود، بنخلص لهم موضوع المفاوضات مع الشركه الثانيه، وبنسهل لهم الامور ليوصلوا على البنوك ويقدموا المستندات اللازمه للثيرد بارتيز بما فيها البنوك اما الدوائر الحكوميه. اوكي، في ناس مثلا، في شركات قائمه بالدوله بدهم يعملوا حل وتصفيه،
إذا بدهم يعملوا حل وتصفية في عدة أسباب لحل وتصفية. يمكن قرروا يكبروا الشركة تبعهم، يمكن قرروا ينقلوا من إمارة لإمارة، يعني ينقلوا من إمارة دبي عمارة أبو ظبي على سبيل المثال. فالشركة إذا كانت قائمة وما عملت لها حل وتصفية وسكرتها بيصير في عليها غرامات. فنحن شو بنجم بيجوا لعنا بيتفق مجلس الإدارة يعملوا حل وتصفية للشركة، ونحن شو بنعمل بنصفي لهم وبنحل لهم الشركة هون تما يوقعوا بموضوع الغرامات وتما يكونوا مخالفين قوانين الدولة، وبنرجع بنفتح لهم شركة تانية بغير إمارة، سواء كانت بإمارة أبو ظبي أم الشارقة أم راس الخيمة أم الفجيرة أم إلى آخره. هذا بموضوع البريف عن الأعمال اللي نحن بنعملها. يعني جميع ما يحتاجه الأفراد والشركات حتى صحيح من استشارات قانونية ومن تجهيز لشركات أو أي ما حضرتك ذكرته. صحيح. حابين أيضا نتعرف عن الرؤية والهدف المستقبلي اللي رسمين ليك. الرؤية والهدف المستقبلي نحن دائما القدوة طبعنا بدولة الإمارات هو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد. يعني دولة اللي وصلت على المريخ بتخلي العالم كله سوا موتيفيتد انه يشتغلوا اكثر ليكونوا على ضمن الرؤيه اللي حطها الشيخ محمد بن راشد لنظرته لدوله امارات 2030 والى اخره. نحن هلا موجودين باماره دبي، اوكي، بخليج التجاري مثل ما قلت لحضرتك. عندنا كمان بالشارقه بشمس ميديا سيتي بالشارجة، عندنا مكاتبنا بأبو ظبي بإلكترا ستريت، هذا على صعيد دولة الإمارات. بدنا نفتح يعني بدنا نحاول هلا عم نخلص نقدر نكون موجودين بجدة بالمملكة العربية السعودية، وموجودين كمان بقطر. رؤيتنا دائما هي النجاح، اوكي، مثل دولة الإمارات. ورؤيتنا نخلي الإنسان اللي عم يتعاطى معنا يكون مرتاح، لأن احنا بنتعاطى معه بطريقة بأريحية، بنخليه يخبرنا هو شو بده وبنعطيه السيرفيس تبعنا بطريقة تتناسب معه. يعني نحن باللغة الإنجليزية we alterate the service حسب الكلاينت نيد، اوكي. اللي بيميزنا عن غيرنا انه نحن بنتعاطى مثل ما قلت لك مع الناس بطريقة in high professional manner. هيدي نقطة. النقطة الثانية عندنا تيم كله سوا عنده الخبرات اللي هي بتتراوح بين 20 سنة و 15 سنة وإلى آخره. التيم تبعنا في عنا المستشارين القانونيين اللبنانيين، في عنا من مصر، في عنا من الأردن، وفي عنا المحامين اللي هن من دولة الإمارات العربية المتحدة. أكيد اللي بنصبوا له مثل ما كان انسان كل انسان بيصبوا له بحياته يحقق النجاح ويضلوا ماشي على خطوات ثابته. كان بالنسبه للصيت تبع شركته تكون مظبوط منيح، وبالنسبه كمان يتوافق مع سياسات الدوله. ممتاز. طبعا بنحب نشكرك بدايه على وجودك معنا. شكرا. اليوم حابين نشكرك ونشكر ايضا استقبالك الجميل لهي الحلقه. معنا اليوم مدام بودي جاجا، نورتينا، نورتي شاشة رواد الأعمال. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين أيضا عن شخصك الكريم. أهلا فيكم، شرفنا، شرفتونا، نورتونا، أنتو جماهيركم ومحبينكم. لودي جاجا من لبنان. شغلي كان يعني for the last 20 years into management food and beverage، ومن هونيك من بعد ما جيت الإمارات لآخر 5-6 سنين رحت على السيلز. طيب خبرينا أكثر عن الخدمات الإدارية، ذكر منها ذكر بعض منها طبعا السيد بير. حابين نتعرف اكثر عن التفاصيل الموجوده في هذا الشغل. كثير مهم انه وقتها بدك تكون عم تبني علاقه مع المستثمر بالذات تحديدا، يعني ما فينا نقول عنه كلاينت لانه المستثمر بصور صديق. صحيح. كثير مهم وقتها بدك تبني علاقه مع اي مستثمر انه يكون في احترام، في صدق، وفي ثقه. وهذا الاساس انا بشتغل يعني بيصير في شغل بين ان كان بيننا وبين المستثمر او بين المستثمر وغير شركات انا كمان بشتغل معها. اذا بدك من ناحيه الخدمه، من ناحيه الفولوينج، من ناحيه السرعه، لانه بالنهايه ليش بده ليه هالمستثمر بده يجي لعنا او ليه هالمستثمر بده يشتغل معنا. For many reasons. One of it هي السيرفيس اللي بنقدمه والسرعة اللي نعطيها اللي بنقدم له إياها للمستثمر. ممتاز. طيب بما أنه نحن في دولة الإمارات
في ظل الأمن والأمان الموجود في دولة الإمارات، النعمة بصراحة اللي يحسد عليها جميع من يسكن هذه الأرض الطيبة. حابين نتعرف أيضا كيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب المستثمرين من خارج أو من داخل دولة الإمارات، وكيف أو ماذا يعني لك أيضا الأمن والأمان خصوصا كسيدة أعمال موجودة في داخل دولة الإمارات؟ يعني التسهيلات اللي عم تقدمها الدولة الإماراتية من كل النواحي هي صارت خدمات أكثر من كل النواحي، إن كان من الإقامات، يعني إذا بدك تروح على غير بلد تطلع غير بلد متطور مثل الإمارات بهالمستوى اللي هي فيه الإمارات، بتشوف إنه كتير صعب إنك تطلع إقامة أو تبني تفتح شغل لإلك وتشو تلاقي حالك بعد فترة عم تتطور. هيدا بتلاقيه بس سيريسلي عن جد بالإمارات، من ناحية تسهيل الإقامة، من ناحية حتى إذا بدك في حال هالمستثمر بده يشتري، إن كان يستثمر عقار أو يفتح مؤسسة، التسهيل اللي عم بيتقدم له من الدولة الإماراتية ما بتلاقيها ولا بأي بلد، وهيدا بيسهل عليه للي بده يستثمر، بيسهل عليه كتير خطوات أكيد، منها إنه يلاقي حاله دغري عم هي بيلونج تو هي، يعني بيلاقي حاله تلقائياً عم ينتمي لهون، بصير يحس إنه هيدا بلده، هيدي دولته، هيدا الشعب اللي هو موجود، يعني عم بيصير في تواصل بين الشعب الإماراتي والمضيف اللي نحنا، بتلاقي إنه كأنك ببيتك ببلدك. ومن ناحية الأمن والأمان هيدي كتير مهمة بأخص للمرأة، يعني تعرف بتروحها كتير بلدان حتى متطورة وهي ما بتلاقي الأمن والأمان اللي بتلاقيه هون، وبالذات الاحترام اللي بتلاقيه المرأة. صحيح، يعني بالفعل، لأنه هي الدولة هيك، يعني الدولة وقتها بتنظر للمرأة بنظرة احترام ورقي وبتشجع، يعني بنعرف الشيخ بن راشد وكل المشايخ قديه بيشتغلوا تي هيك يطوروا المرأة، وكمان حتى يطوروا مشاريع الشباب، يعني هيدي كمان ما بتلاقيها ولا بأي محل، سو شيء كتير حلو، لأنه يعني بصير إذا بدك إنه في حدا بيمثلك بهالميدل إيست. صحيح، بيمثلنا كلنا يعني. طبعاً طبعاً الأمن والأمان هي نعمة، لكن هي نتاج عمل أيضاً من شيوخ وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة. بنحب أيضاً نوجه لهم رسالة شكر وحب واحترام أيضاً لجميع شيوخ وحكام دولة الإمارات. يعني عم بياخذونا لمحلات نحن كنا بنتمنى، أنا كلبنانية كنت بتمنى أني أنا أكون بهيدا المحل، يعني وقت بتلاقي هالمؤسسات هالتقدم وهالتطور وهالمنافسة الحلوة. صحيح، يعني هون نحن ما بتلاقي في منافسة حدا ضد حدا أو حدا عدو حدا أبداً، بتلاقي منافسة كله بده يكون أحسن، وقت بيكون في هيك منافسة وهيك ماركت بصير في استقطاب أكتر. يعني إذا بتلاحظ هلأ كل اللي صار all over، إن كان middle east أو برا، يعني مثل ما عم نشوف هلأ بأوروبا وغير أوروبا، بتلاقي كل الأزمات اللي صارت اهتزت هيدي الدول ولو كبيرة. صح، أما الإمارات قدرت امتصت كل هيدي الأزمات، وبتشوفها على طول عم تتطلع عم بتفرجينا إنه ما في شيء، يعني ما لح توقف هون، يعني على طول عم بتحط تارجت قدامها، فيجن قدامها، وعم تروح عليها وتفرجينا اياها، يعني بتفرجيك انه انت ما في شيء صعب، هيدا شيء كثير حلو. اكيد طبعا الاماره دائما في تطور، ومنخص ايضا بالتحديد اماره دبي دائما في تطور. صحيح، وجميع التسهيلات اللي بتعطيها للمستثمر هي اللي بتساعد دائما على استقطاب المستثمرين من خارج دولة الامارات. الشيخ محمد بن راشد ومنقول لهم يعطيهم الف عافيه، وهيك إن شاء الله بيضلوا لقدام يا رب، ونتمنى لهم كل الخير والبحبوحة إن شاء الله. طبعاً حابين أيضاً في نهاية الحلقة نتشكرك على وجودك معنا اليوم، على ظهورك معنا، وحابين أيضاً نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لكيروز أندسيسيس. أنا بالمبدأ موجودة على كل السوشيال ميديا، إن كان إنستغرام، فيسبوك، سناب، تيك توك، لودي جعجع، والرقم التليفون 058-227-2774، وأهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بالجميع. طبعا جميع أرقام التواصل وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي سوف تظهر أسفل الشاشة. شكرا لك مرة أخرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيوفنا المميزين. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.